سيارة مفروض طبت علينا بها قام يصيح الله اكبر الله اكبر من تقربون عليه فجر السيارة عاد احنا ضربناه هاي فرصته خمس عبوات خمس عبوات تدور على عبوة واحدة خمس دوز يطلع واحد يقول لك يعني هاي الرعية رد اللي منين تعيش يعني إنسان شريف عايش لا لا ما لا لا شط هاي هنا بيها الحرق حسبي الله والساعة بالخمسة ونص حسينا على صوت الانفجار وطلعنا لقينا هاي الباب مفلش رجال الشرطة والله عندنا من الشرطة يا أخي الجهاد الجهاد يلا من ضربت هاي السيارة السيارة ذي اللي عندك راسها من ضربت الغرفة ما بتهمل كل شيء التجمع كانت موجودة هناك مجاميع ذات لحى طويلة قامت باستخدام مساجد أحد الجوامع اللي موجودة هو جامع القاضي الذي يبعد أكثر بحدود 250 متر عن مقر التجمع واستخدامه من خلال قناص وبالتالي استشهد أربع أبطال من تجمع الوحدة الوطنية العراقي